الملف السوري محور اتصال بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعاه فيه إلى وقف الضربات الجوية ضد المعارضة السورية، وفيما دعت فرنسا إلى الوقف الفوري للقصف التركي على الأكراد في شمال سوريا. رسالة سورية إلى الأمم المتحدة تعتبر أن هذا القصف دعم تركي مباشر للتنظيمات الإرهابية. لم تأبه تركيا بالدعوة التي وجهتها إليها واشنطن بالتوقف عن قصف مواقع الأكراد شمال سوريا، بل تابعت الأحد العمليات التي بدأتها السبت بهدف إبعاد القوات الكردية عن أعزاز المتاخمة لحدودها كما تقول، وهي كانت طالبت وحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها شمال حلب في الأيام الأخيرة، ولا سيما قاعدة منق العسكرية. الرد الكردي لم يتأخر برفض الانسحاب من منغ وبإعلان التصدي لأي تدخل تركي في سوريا. وفيما يبقى أفق العمليات التركية ومداها غير واضح حتى الساعة، فإن أهمية هذا التطور تكمن في أنه ترافق مع رفع مستوى التنسيق العسكري التركي السعودي في وقت لم يستبعد الطرفان عملية برية في سوريا، وفيما نشر بعض المواقع هذه المشاهد التي قال إنها تظهر وصول الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة إنجرليك العسكرية التركية. أعلن المتحدث العسكري السعودي أحمد العسيري أن الهدف هو تكثيف العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتحدث في الوقت نفسه عن إجماع لدى دول التحالف من أجل بدء عمليات برية ينتظر أن تحدد في الأيام المقبلة تفاصيلها ودور كل دولة وحجم مشاركتها فيها. وبدا الجانب السعودي حريصا على التأكيد أن أي خطوة تركية سعودية ستكون تحت مظلة التحالف الدولي وليس ضمن عمل ثنائي بين تركيا والمملكة. هذا الموقف يدفع إلى التساؤل عما إذا كان حراكا عسكريا منسقا دوليا وإقليميا ستشهده الساحة العسكرية السورية في المستقبل، وكيف ستحل تعقيداته ولا سيما في محافظة حلب. ففي هذه المحافظة التي لا تتعدى مساحتها 19,000 كيلومتر مربع تتربع كل عناصر الحرب في سوريا وحولها، فهنا تتقاسم الفضاء روسيا ودول التحالف، وتتقاسم الأرض الوحدات الكردية وداعش والنصرة والجيش الحر وفصائل إسلامية والجيش السوري وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وفي الفترة الأخيرة أضاف القصف التركي عنصر اشتعال جديد، فهل من حلب ستشتد الأزمة لتنفرج أم لتنفجر على نطاق أوسع؟ وفي موازاة القصف التركي، تأكيد من وزير الخارجية السعودية أن أي خطوة تهدف لنشر قوات خاصة في سوريا تعتمد على قرار يتخذه التحالف الدولي، مشيرا إلى أن روسيا ستفشل في إنقاذ الأسد. استعان بجيشه وفشل، استعان بالإيرانيين، استعان بميليشيات شيعية حزب الله وميليشيات تم تجنيدها من العراق وباكستان وأفغانستان وفشلوا في إنقاذ بشار الأسد. الآن استعان بروسيا وستفشل في إنقاذ بشار الأسد، لأنه كما ذكرت من المستحيل أن رجل مسؤول على قتل 300,000 من الأبرياء وتشريد 12 مليون من شعبه وتدمير بلاده مستحيل أن يبقى. وفي المقابل حذرت إيران السعودية من مغبة إرسال قوات إلى سوريا، وأكد نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري أن طهران لن تسمح أبدا بأن تسير الأمور في سوريا كما تريده، ما وصفها بالدول الشريرة.